أحيانا كثيرة تقول لك المرأة لا وهي تقصد نعم، وتقول لك ابعد وهي تقصد أن تعال اقترب، وتقول أكرهك وهي تموت فيك حبا، تقول لك اذهب وهي تعني ابقى ولا تغادر، وتقول ما في شيء عادي والأمر كبير وجلل. النساء كما يقول أوسكار وايلد خلقنا لنحبهن لا لكي نفهمهن، مع أنهن أبسط من البساطة نفسها إن عرفنا مفاتيحهن. 700 خط تحت إن عرفنا.